وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8937 قضية تموينية متنوعة، من بينها 151 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 6838 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 11 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 63788 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8597 قضية تموينية بمضبوطات وزنت 2354 طن و729 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط 40 قضية بمضبوطات بلغت 348 طنا و967 كيلو سلع غذائية متنوعة و5280 عبوة زيت طعام. كما تم ضبط 118 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 201 طن و773 كيلو سلع غذائية متنوعة و36760 لتر زيت طعام و22284 عبوة سلع غذائية. وفي مجال ضبط قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر، تم ضبط 20 قضية بمضبوطات قدرت ب92 طن و800 كيلو أسمنت و159 طن و600 كيلو حديد تسليح. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 291520 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 44938 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3689 من قائد المركبات. تبين إيجابية عدد 162 سائقا منهم، كما تم المرور على 181 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 732 من سائقي حافلات المدارس. تبين إيجابية حالتين منهم، كما تم فحص 669 مركبة، وتبين مخالفة 8 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 499 سيارة و63 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 11810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 378 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 72176 قضية بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 60,552,650 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية،
ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 197 قضية، من بينها 113 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات. ضبط خلالها 2652 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة ومجموعة من العقاقير الطبية مجهولة المصدر، و84 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 5379 كتب دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 127 قضية بقيمة مالية بلغت 159 مليون و180 ألف و474 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1454 قضية بقيمة مالية بلغت 684 مليون و858 ألف و836 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1,303,871 جنيها.